مساء الخير مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بمباشر اخر من نفس الحادث. يعني كما كتشوفوا ان السياره هربت بالشاب ودخل في محطه طوبيس الزق. يعني هذا الحادث كون كان بنهار غادي يكون كارثه، غادي تكون كارثه ان الناس يكونوا تسناو في الحافله غادي يدخل فيهم. كما كتلاحظوا اني خرب مكان او محطه طوبيس الزق. يعني القوة ديال الضربة، الناس خرجوا من قاعة الأفراح. هاد اللحظات وصول الدائرة الأمنية، يعني الكوستاتور اللي غادي يقيد الكوستا في انتظار سيارة الجر. وقع امام الحادث كان فيها واحد المغني مشهور، يعني بلا ما المغني الشعبي مشهور، يعني بديك الخلعه خرج هرب من قاعه الافراح بسبب قوه ديك الضربه، لان السياره قلعات من محطه طوبيس الزا بديك القوه باش جايه من طريق محمديه. يعني الانسان يرد بالو، يرد بالو خصوصا في الطريق، خصوصا الليل، خصوصا اليوم الجمعه والسبت والاحد كما قلنا في احد اللايفات. يعني هاد الثلاث ايام كيكون فيها السكر، كيكون فيها السرعه، كيكون فيها الانسان في التخدير. يعني ردوا بالكم، ردوا بالكم. مشاهدينا الكرام، الى هنا ينتهي هذا البث.